نحو تحقيق نمو اقتصادي مزدهر وترجمة للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040، كشف ملتقى الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة عن البدء في تنفيذ ملامح هذه الاستراتيجية والتي راعت البعد الشمولي والتكاملي للتخطيط الإسكاني بكافة استعمالاته. هذا الملتقى يطرح الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تعكف عليها المديرية خلال الفترة القادمة وخطط الوزارة في المحافظة. هناك العديد من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذه المحافظة، نعول على دور المستثمرين، دور المطورين العقاريين في القدوم إلى المحافظة والاستثمار فيها. هناك فرص سانحة كثيرة جدا، كون المحافظة تمتاز بالكثير من المقومات الجغرافية من ساحل بحري ومن جبال ومن رمال ومن كثبان رملية. أكثر من 9 مشاريع للتطوير العقاري، و6 للمشاريع الاستثمارية التنموية، و6 أخرى للمشاريع في مجال الأمن الغذائي وغيرها، تسعى للاستفادة من بيئة وإمكانات المحافظة ستكون متاحة للاستثمار، الأمر الذي يعكس التوجه في الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والسياحية المعززة للناتج المحلي، وبما يضمن تخطيطا مهنيا محققا للاستدامة. هناك مشاريع عديدة، إقامة مدن جديدة، هناك أيضا مواقع للتطوير العقاري، تحديد مواقع لمشاريع الثروة الزراعية والحيوانية، وتم أيضا إعداد واعتماد مخططات زراعية لهذه المواقع. تم الإعلان عن اعتماد 16 موقع، اليوم نتحدث عن 12 موقع إضافة للمواقع السابقة. هذا الجانب يصب في موضوع الأمن الغذائي بشكل عام. تطرق المنتدى إلى مدينة خزائن الاقتصادية كونها أكبر مدينة اقتصادية في جنوب الباطنة، التعريف بالفرص الاستثمارية والفرص العقارية، وينصب يعني أهداف هذا الملتقى في التكامل مع شريحة المجتمع وكذلك المشاريع الحكومية والقطاع الخاص. الملتقى استعرض الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في المعاملات ومستقبل التطوير العقاري بما يتماشى والحوافز الاستثمارية المقدمة والتي تؤكد على المضي قدما نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة. عمل دؤوب وتخطيط يلامس طبيعة المرحلة المقبلة في أن تكون خطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحقق أهداف رؤية عمان 2040 ضمن محور الإنسان والمجتمع. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية بركة، محافظة جنوب الباطنة.